بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة النصر تعرف باسم إذا جاء نصر الله، وتسمى أيضا سورة التوديع. نزلت في المدينة بعد سورة التوبة في أيام التشريق، وهي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي بعدها. لما نزلت النصر قام الرسول صلى الله عليه وسلم فخطب خطبة الوداع وتلا آياتها، وكانت تزف بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين باقتراب موعد النصر وفتح مكة. وكانت القبائل العربية آنذاك مترددة في اعتناق الإسلام بسبب موقف قريش، فكانت تقول: إن ظهر على قومه فهو نبي. وفي السورة أمر رباني للنبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار إذا تحقق فتح مكة ووفدت القبائل للدخول في الإسلام، وهو ما وقع بالفعل. فدخل الناس في دين الله أفواجا. وفي رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي جل وعلا أخبرني أنه سيريني علما في أمتي، فأمرني إذا رأيت ذلك العلم أن أسبحه وأحمده وأستغفره، وإني قد رأيته إذا جاء نصر الله والفتح. وفي تفسير ابن عباس للسورة: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. وقد بكى أبو بكر رضي الله عنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالصديق كان أعلمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفهم من الآية وسورة النصر قبلها دنو أجل حبيبه صلى الله عليه وسلم وانتقاله عما قريب إلى الرفيق الأعلى.